اهلا وسهلا بكم نورا. ميرسي يا احمد. هاي المهمه. الدرس الاسود ده من تصميمك ولا اشتريتيه جاهز؟ مشتريه جاهز من لبنان. هل لبستيه كم مره قبل كده؟ مره واحده. هل بتميل تلبسي الدرس اكتر من مره ولا هو مره واحده بس؟ بص، عندي دراسز لبستها مره واحده، وعندي دراسز ممكن مرتين بس، ما لبسهوش تالت مره خالص. تبذير اوفر يعني بصراحه. تحب تكوني مثيره ولا ملفته؟ مثيره وملفته. يا بنت المدينه. لو واحده احلى منك تغيري منها؟ لا خالص، انا بحب اتفرج على البنات الحلوه اللي شكلها حلو، بحب اتفرج عليهم جدا. احي الست اذكى ولا الراجل؟ الراجل طبعا، ما هو ما عروش حاجه غير تشغيل الدماغ يعني. هبتدي امد ايدي على مين يا واد؟ يا ستي على اي حد، انت بتلزقي ليه؟ الستات هم اللي وراهمش غير تشغيل الدماغ. لا والله احنا طيبين جدا، بس بصراحه في ستات شريره. هي بتبقى يعني مبوظه سمعتنا للاسف. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ وانت شريره ولا لا؟ انا شرسه. لا ده انا كده احبك بقى. والله بس هقولك على حاجه، انا كل الناس بياخدوا عني انطباع في اول مره يتعاملوا معايا، اول مره ياخدوا انطباع عني ان انا ست بقى قويه وشرسه، لكن انا في الحقيقه انسان طيب. بس بعد كده لما بيتكلموا معايا وبيتعاملوا معايا بيعرفوا بقى ان انا طيبه جدا. انا برج الدلو. الله الله، دلو ده طيب جدا جدا والله العظيم. عيد ميلادي كان 18/2. عيد ميلادي يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف. ميرسي. في عيد ميلادك حبيبك يجيب لك ورد ولا سندوتش شاورما؟ سندوتش شاورما. قولي لي يا محاميه، لو في عرسين متقدم لك، واحد بيقبض بالجنيه والتاني بالدولار، توافقي على مين؟ انا بحب الغلبانين دايما، الجنيه حلو، خليني في الجنيه. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. الدولار ده هيلعب بيا بقى وهيروح يشتري واحده تانية بقى ويجيب واحده تالتة بقى لا لا لا، خليني في الجنيه حلو على قدي. انا راضيه. بكره تندم يا جميل. يكون مسيطر ولا انت تكون مسيطره عليه؟ انا اللي اكون مسيطره. انا زهقت. بس بحب اللي بيحبني بجد، يعني حبني وانا احبك بجد. ايه الطعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله. حسيت ان انت بتمثل ان انت بتحبني. هزعلك. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ والرجاله الغلابه يعملوا ايه يا عيني؟ غلابه؟ لا هو مش غلابه خالص، مفيش راجل غلبان. مش عارف ليه المعامله سيئه منك كده يا شربات. ده انا عايز اصحى الصبح الاقيهم كلهم مش موجودين ما عدا انت يا احمد. يا ابن المحظوظة يا فوزي. هقول لك ايه السبب. اول حاجة والسلام عليكم ورحمة الله. لان الثقافة هتيجي من الدين، والاخلاق هتيجي من الثقافة. ده كلام كبير قوي. ثقافة ولا ثقافة؟ ثقافة. ثقافة. لازم اطلع لساني، انا بقي صغنطوط اصلا. انتوا مثقفين؟ لا انتوا حمارة. حبيبك بكرش ولا عامل فورمة؟ لا عامل فورمة. ايه. لو حبيبك خانك مع روبي تسامحيه؟ مع روبي؟ هسامحه بصراحة. طب الحمد لله يا بحر، زغرت يا تسام. يا جميلة بصراحة، مزة. ناس العقل. مزة أو بقت مزة. لا هسامحه طبعا. ايوه ما تيجي تخني خني مع حد يعني يبقى شكلك حلو كده، مش حاجه اقول لك يع. شايف يا ابني كلام الناس اللي بتفهم؟ الرجاله بيبقوا عايزين ايه من الست؟ السؤال ده ما انت عارف يعني. ما انت عارف يعني الراجل هيبقى عايز ايه من الست يعني. السؤال ده يا جماعة لا مبسوطين مني صح؟ أنا عايز. هو أصلا الراجل على طول نحنوح. وأنت بتحب الراجل النحنوح؟ ما يتنحنح عليا أنا أوكي ماشي، عليا أنا لوحدي تمام. أيوة أخ منك أنت أخ. اتنحنح على غيري هديله 30 قلم على وشه.
30 قلم. هو دراعك بيوجعك قوي يا جماعه. شكلك شريره وعملت حاجات سودة كتير في حياتك. والله العظيم لا، ده انا طيبه جدا وبخاف ربنا جدا، يعني بحب البس وشكلي يبقى حلو وستايلي يبقى حلو، بس بخاف ربنا جدا جدا جدا. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. كم اكس في حياتك؟ لا ما عنديش اكس. خلف انت بتكذب يا خلف. هو انت ليه حاسس ان انا كدابه؟ مش بحور على فكره، انا بديك فرصه تفكري يمكن تغيري رايك. جميل يا احمد، بحب اصور معاك جدا جدا والله. ما بلاش الكلام اللي يحيى الضمير ده. اكتر ممثله بتتشبهي بيها مين؟ والله بص، هما صحابي مسميني الشحروره. في حاجه يا باشا؟ في حاجه؟ في حاجه؟ عشان انا شبه صباح. في بقى يقولوا لي ناديه الجندي بقى، وفي حاجات بلبسها بقى يفضلوا يقولوا لي انت شبه ناديه الجندي في فيلم البطنيه. وفرحان قوي. تحياتي لكم بالتوفيق. ثانك يو. ممكن بدون تكليف يا قلبي قبل ما تمشي تقولي لي واحده محيط؟ ميرسي يا احمد، ميرسي.